أهلا مشددا. كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوقف الفوري والكامل للتمويل الأمريكي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وذكر باراك رفيد مراسل القناة للشؤون الدبلوماسية في تقرير نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو أرسل منذ أسبوعين تقريبا رسالة خاصة إلى البيت الأبيض يؤكد فيها أن موقف إسرائيل فيما يتعلق بأونروا قد تغير وأنه يدعم الآن قطع كل التمويل الأمريكي للوكالة التي تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينيين. ضربات يتلقاها الفلسطينيون على مدى 70 عاما من الهجرة، فقر وعوز في المخيمات يكافأ بقطع الإدارة الأمريكية المساعدات عن الأونروا ليتأثر أكثر الناس احتياجا. مش طريق المخيم هذا كم مليون، ما بدنا نروح، وين بدنا نعيش، وين بدنا ناكل، وين بدنا المدارس تظهر، وين بدنا نروح، وين بدنا نلقي، مش حرام عليه؟ هنا الناس في مخيم برج البراجنة في لبنان ليسوا أفضل حال من المخيمات الأخرى، يلهثون وراء لقمة العيش لسد أبسط احتياجاتهم اليومية التي استكثرها عليهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في العالم يعني بدون أونروا أو مع الأونروا وعايفة حالة ومش عارفة تتحكم ومش عارفة تقعد وعيشة لك ما اللي عيشة، بيوتنا كلها بتنزل مي، العالم كلها عايفة حالة، كيف إذا بطلوا مساعدات الأونروا شو بده يصير بالعالم؟ قد يرى البعض أن الأفق ضيق للفلسطينيين، إلا أن لا شيء يقف أمام شعب ناضل على مدى سنين طويلة. في إحدى مدارس الأونروا في الأردن تحدى الأطفال قرار ترامب واستقبلوا أول أيام الفصل الدراسي الجديد بطموح عال بغد أفضل. العلم هو هدفنا وطريقنا للإبداع والتميز، لكنني أيضا أشعر بالقلق على مستقبل تعليمنا. رجاء ادعمونا وانضموا إلى حملتنا، حملة الكرامة لا تقدر بثمن، لتساعدونا على ضمان أمان تعليمنا في المستقبل. استطاعت الإدارة الأمريكية قطع التمويل عن الأونروا، لكنها لا تستطيع أن تمحو الابتسامة المفعمة بالأمل الظاهرة على وجوه ومحي هؤلاء الطلبة المتحدين حاضرا مؤلما والمتطلعين إلى غد أفضل. وينضم إلينا من رام الله عماد أبو عواد الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أهلا وسهلا بك. هل يحق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يخطط لحجم وشكل الدعم المقدم للأونروا بصورة انفرادية بدون العودة للقيادة الأمنية الإسرائيلية؟ يعني هل تجاوز صلاحياته؟ يعني في البداية لابد من التأكيد على قضية مهمة، بأن بنيامين نتنياهو بات في الفترة الأخيرة يتجاوز النصائح الأمنية ويتجاوز النصائح التي تصدر عن مراكز البحث الإسرائيلية. لكن هل يحق له من ناحية قانونية؟ نعم، هو في النهاية رئيس الوزراء، هو المتخذ الفعلي للقرار، حتى لو وجه له الكثير من النصائح والكثير من الاستراتيجيات سواء من الجيش أو المستوى الأمني، لكن القرار في إسرائيل في النهاية بيد هذا الرجل ومجلس الوزاري المصغر، وبكونه هو أكثرهم خبرة وأكثرهم سيطرة على هذا المجلس، بالتالي يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد ويقدم ما يريد رغم النصائح التي أشارت عليه بعكس ذلك. طب كما أسلفت، إلى أي مدى يشير ذلك إلى تباين في وجهات النظر بين المستويين السياسي والأمني في إسرائيل، وهل يمكن أن يتطور ذلك إلى خلاف؟ هو الخلاف موجود ما بين المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي، لكن كون المستوى الأمني في إسرائيل ليس لديه صلاحيات معينة من أجل اتخاذها أو يعني إظهارها أمام الجمهور الإسرائيلي، هذا الموضوع يجعل المستوى الأمني أضعف من المستوى السياسي. أنا باعتقادي الشخصي المنظومة السياسية الإسرائيلية في ظل التجاذبات الكبيرة وفي ظل وجود يعني 7 أحزاب في الحكومة الإسرائيلية، 3 منها معنية بما يعرف بالأوضاع السياسية، فيما حزبين آخرين
يركزان على القضايا الدينية المختصة بالحريديم، وحزب آخر يركز على القضايا الاجتماعية. الثلاث الأحزاب التي تركز على القضايا السياسية يحاول كل حزب من خلال زعيمه أن يمرر بعض القوانين وأن يطالب ببعض السياسات وأن يمرر بعض الأجندات التي ستخدمه في الانتخابات القادمة. لذلك ما يحدث في إسرائيل الآن هو حملة مسعورة ودعاية انتخابية للانتخابات التي ستكون قريبة بعد انهيار الائتلاف الحكومي قريبا في ظل الخلافات على قانون التجنيد ما بين الحريديم وبين بقية الائتلاف الحكومي. بالتالي المستوى السياسي مع المستوى الأمني الفجوة في ازدياد، وهذا ما أشار إليه اللواء السابق يوم توب سامية عندما قال بأن إسرائيل لا تمتلك استراتيجية، والسبب في ذلك أن الفجوة الآن ما بين المستويين في ازدياد، وأن المستوى السياسي أدار ظهره للمستوى الأمني، وأن المستوى السياسي الآن لا يوجد فيه عناصر ذات خلفية أمنية واضحة. حتى وزير الجيش الإسرائيلي ليس من خلفية عسكرية، وهذا الأمر سيزيد وسيؤدي إلى المزيد من الخلافات وتعمق الفجوات. طب برأيك ما مدى أرجحية استجابة واشنطن لمطلب كهذا، يعني مطلب الوقف الفوري والكامل لكافة المساعدات المقدمة للأونروا، علما أن قرار من هذا النوع قد ينطوي على مخاطر إنسانية خطيرة جدا؟ يعني أولا لابد من التأكيد على قضية مهمة ومحورية، أن حتى رابين الذي وقع اتفاقية أوسلو طالب بإيقاف المساعدات للأونروا، طالب بتغيير اسمها، ومن بعده كذلك يعني وثيقة بيلن والرئيس الفلسطيني يعني تحدثت عن هذا الموضوع، ونتنياهو مع بداية هذا العام طالب بإغلاق الأونروا. هذه المشاريع تهدف إلى توطين اللاجئ الفلسطيني أينما وجد. أما حول يعني استماع واشنطن لمطالب نتنياهو، أنا بعتقد أنه جون كيري وزير الخارجية الأمريكية السابق، وإن كان أكثر دبلوماسية من النظام الحالي، أشار إلى قضية مهمة، أن واشنطن أكثر حرصا على مصلحة إسرائيل من نفسها. الآن وجود ترامب المتطرف بالتأكيد سيسمع لهذه الأصوات المتطرفة، وهو متأثر جدا بالصوت اليميني المتطرف. نعم. وباعتقاد الشخصي كما يشير عموس يدلين وعموس جلعاد بأن هذا ليس في صالح إسرائيل أن تتماهى واشنطن إلى هذه الدرجة مع الطموح الإسرائيلي اليميني المتطرف. جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات عماد أبو عواد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية من رام الله.